كن في حلقة جديدة من شبابيك. 76% من أصل 28 ألف مواطن عربي يتوزعون في 13 بلدا عربيا يؤيدون النظام الديمقراطي. 15% منهم فقط ينخرطون في منظمات مدنية وأهلية طوعية. و 63% منهم يؤكدون أنهم متدينون. هذه بعض الإحصاءات التي جاءت في نتائج الدورة السابعة من استطلاع المؤشر العربي الدوري لعام 2019-2020 والذي أصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة. فما هي دلالات هذه الإحصاءات وغيرها بشأن آراء المواطنين بمفاهيم الديمقراطية والمشاركة السياسية والمدنية والدين؟ هذا ما نتوقف عنده في شباكنا الرئيس لليوم. في تونس فنانون يحتجون على قرار الحكومة تعليق العروض الثقافية والفنية بسبب وباء كورونا. وفي إدلب مواطن يستعمل مبدأ بطارية بغداد الأثرية مصدرا لتوليد الكهرباء. هذه المحطات وغيرها في حلقة شبابيك لليوم، فابقوا معنا. نبدأ كالعادة بشباك العالم وأبرز صور اليوم. أولى مختاراتنا من الفلبين لبائع يضع إنارة للزينة على رصيف في أحد شوارع مدينة سان فرناندو شمالي البلاد. هنا في مدينة بونو جنوبي بيرو سيدات ينتظرن في طابور للدخول إلى أحد المصارف. إلى النيبال ورجل الأمن هذا يوزع وسائل تعقيم اليدين لطلبة إحدى المدارس قبل توجههم إلى صفوفهم. ميناء إلياجا ميناء يقع غربي تركيا ويطلق عليه مقبرة السفن، فهناك يتم تفكيك السفن التي يريد أصحابها التخلص منها. مؤخرا وبسبب انعكاسات جائحة كورونا فككت في هذا الميناء 5 سفن سياحية ضخمة على أن يتم بيع أجزائها ومعداتها في وقت لاحق، كما تؤكد مجموعة إعادة تدوير السفن في إلياجا. هذه المدن البحرية المتحركة كانت مرتع الأغنياء والسياح، ومع تطور تقنيات صنعها تنافست الشركات على امتلاك أضخمها. ملاعب ومسابح وصالات ترفيهية عدا عن مقصوراتها الفخمة، كل هذا أتت عليه جائحة كورونا. أنهت أيام رحلاتها ومجدها، وباط مصيرها الهلاك في ميناء إلياجا في مدينة أزمير التركية. قبل الوباء لم يكن كل هذا العدد من السفن السياحية تقصد ساحات التكسير، كنا نفكك عادة سفن الشحن وسفن الحاويات، لكن الآن عددا كبيرا من السفن الضخمة تغير مسارها إلى إلياجا. هناك 5 سفن سياحية في ساحة التكسير و3 في الطريق. هنا في مقبرة البواخر السياحية في إلياجا خلية نمل بشرية تقطع ببطء شديد أوصال السفن وهياكلها. يفككون الجدران والأرضيات والقضبان الفولاذية لإعادة تدويرها. يستغرق تفكيك السفينة الواحدة 6 أشهر ويتطلب 100 عامل، كما يتم بيع الأثاث ومعدات المطبخ أيضا وليس فقط فولاذ السفن. هذه السفن القادمة من بريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة لم تتمكن من الإبحار بسبب الإغلاق، ولم تستطع العثور على عمل في تجارة البضائع ونقل الركاب والسياحة، لذا وجد ملاكها في إرسالها إلى مقبرة إلياجا وتفكيكها وبيع فولاذها وأثاثها حلا لمعالجة أزماتهم الاقتصادية.
أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومقره الدوحة نتائج الدورة السابعة من استطلاع المؤشر العربي الدوري الذي شمل 13 بلدا عربيا، وهو ما يجعل منه أضخم مشروع مسحي في المنطقة العربية. الزميلة رانيا دريدي تطلعنا على أبرز الأرقام والإحصاءات التي تضمنها الاستطلاع بشأن اتجاهات الرأي العام نحو الديمقراطية ومواقف المستطلع آرائهم في المشاركة السياسية والمدنية ودور الدين في الحياة العامة والسياسية. إذن نتابع مع رانيا وبعدها نتوقف عند دلالات عدد من الخلاصات. ما تزال المنطقة العربية تتلمس طريقها نحو الديمقراطية، ورغم أنه هناك شبه إجماع على تأييد الديمقراطية في 13 بلدا عربيا على الأقل، إلا أن قدرة المواطنين على انتقاد حكوماتهم ما تزال محدودة. هذه الخلاصة كانت ثمرة استطلاع المؤشر العربي لعام 2019-2020 الذي نفذه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أجري الاستطلاع الميداني في كل من السعودية والكويت وقطر والعراق والأردن وفلسطين ولبنان ومصر والسودان وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، وشمل نحو 28 ألفا مستجوبا شمل كلا الجنسين ضمن عينات ممثلة للبلدان التي ينتمون إليها بهامش خطأ يراوح بين 2 و3%. وبحسب نتائج الاستطلاع التي أعلنها المركز، فقد عبر نحو 76% من المستجوبين عن تأييدهم النظام الديمقراطي مقابل معارضة 17%. على أن توافق الرأي العام لتأييد الديمقراطية قابله تقييم سلبي لواقع هذه الديمقراطية ومستواها في البلدان العربية، إذ قيم المستجوبون مستوى الديمقراطية ب 5.8 درجات من أصل 10 درجات، وهي بنظرهم ما تزال في منتصف الطريق. كما أظهر الاستطلاع أن قدرة المواطنين على انتقاد حكوماتهم محدودة، إذ منحوها 6 درجات من أصل 10 درجات، وحصلت تونس والسودان وموريتانيا على أفضل الدرجات، في حين حصلت فلسطين والسعودية على أقل درجات التقييم. وتطرق الاستطلاع أيضا إلى المشاركة السياسية والمدنية، وظهر وفق البيانات أن نسبة انخراط المواطنين في منظمات مدنية وأهلية طوعية منخفضة في المنطقة العربية ولا تتجاوز 15%. وفيما يتعلق بالانتساب إلى الأحزاب السياسية، أفاد نحو 61% من مواطني المنطقة العربية أنهم غير منتسبين لأي حزب، كما لا يوجد حزب سياسي يمثلهم. وعلى الرغم من أن المواطنين في المنطقة العربية يؤيدون النظام الديمقراطي، فإن مشاركتهم السياسية والمدنية محدودة. أما عن مدى استخدام الإنترنت في المنطقة العربية، فقد أفاد 26% من المواطنين أنهم لا يستخدمون الإنترنت، مقابل 73 قالوا إنهم يستخدمون الإنترنت بتفاوت. وفي ضوء تعدد استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت النتائج أن 80% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقومون باستخدامها أيضا للحصول على أخبار ومعلومات سياسية، و20% يستخدمونها يوميا أكثر من مرة. وعبر 61% من أصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم يستخدمونها للتعبير عن آرائهم في أحداث سياسية، و28% يستخدمونها يوميا أو عدة مرات في اليوم. وبيّن الاستطلاع أن أقل المجتمعات استخداما لوسائل التواصل للتفاعل مع قضايا السياسية كانت السعودية، وقد انعكس هذا على إقليم الخليج، وهو الأقل استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع قضايا سياسية. وأخيرا، تناول الاستطلاع دور الدين في الحياة العامة والسياسية، وانقسم مواطنو المنطقة العربية إلى 3 كتل، أفادت أكبرها أنها متدينة إلى حد ما بنسبة 63%، مقابل 23% من المستجوبين أفادوا أنهم متدينون جدا، و12% قالوا أنهم غير متدينين. وترفض أغلبية الرأي العام مقولة أن كل شخص غير متدين هو شخص سيء، كما ترفض تكفير الذين ينتمون إلى أديان أخرى أو الذين لديهم وجهات نظر مختلفة في تفسير الدين. وعبرت أغلبية المستجوبين أنها لا تتعامل مع الناس على أساس تدينهم من عدمه بنسبة 61%، فيما أفاد 31% أنهم يفضلون التعامل مع أشخاص متدينين. كما ترفض أغلبية الرأي العام أن يؤثر رجال شيوخ
الدين في قرارات الحكومة أو في كيفية تصويت الناخبين، كما أن الأكثرية ترفض أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، وترفض أيضا أن يستخدم المرشحون في الانتخابات الدين من أجل كسب أصوات الناخبين. وأظهرت مسألة فصل الدين عن السياسة أن الرأي العام في المنطقة العربية منقسم في هذه المسألة، مع انحياز الأكثرية إلى فصل الدين عن السياسة بنسبة 49% مقابل معارضة 44%. نشكر راني على كل هذه المعلومات، ونرحب من الدوحة بالدكتور أحمد قاسم حسين، وهو باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا وسهلا بك معنا دكتور أحمد. بداية، لماذا من المهم قياس الرأي العام العربي والوقوف عند اتجاهاته السياسية والدينية والاجتماعية، وكيف يمكن الاستفادة من كل هذه النتائج والخلاصات؟ مساء النور لك وللسادة المشاهدين. يعني بالفعل هو كما جاء في التقرير قبل قليل بأن هذا المؤشر العربي أو برنامج قياس الرأي العام العربي هو الأضخم من ناحية حجم العينة ومن ناحية العاملين في هذا المؤشر، للوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي حول قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية. والمؤشر العربي ليس هو المؤشر الأول في ما يتعلق برصد اتجاهات الرأي العام في الدول العربية، لكن ما يميزه بأنه مؤشر تقوم به مجموعة من الخبراء والأكاديميين المختصين في إجراء استطلاعات الرأي العام العربي، والذين يقومون بصياغة الاستمارة الخاصة بهذا الاستبيان انطلاقا من معرفة المشكلات والأزمات التي تعاني منها هذه المجتمعات وقياس رأيها في ظل هذه الظروف التي تعيشها هذه البلدان، في حين أن الاستبيانات والاستطلاعات والمسوح السابقة التي كانت تقوم بها بعض المراكز البحثية وبعض الجهات الأجنبية كانت موجهة لأغراض محددة ولإبراز على سبيل المثال جانب محدد يخدم أجندات سياسية يعني باتت معروفة لدى الجميع. فعلى سبيل المثال كما ذكرت الزميلة، الأرقام المتعلقة بموضوع الديمقراطية، كان هناك نظرة نمطية تجاه المنطقة العربية بأن هناك يعني عدم استجابة من هذه المجتمعات لمسألة الانتقال والتحول الديمقراطي. عندما ذهبنا وسألنا المستجيبين والمستجيبات في الوطن العربي في أكثر من 13 دولة عربية وعلى مدار أكثر من 10 سنوات، يعني هذا الاستبيان بدأ منذ عام 2011 حتى عام 2020 نحن نتحدث عن مشروع بحثي متكامل، فهم قدموا تعريف يعني نسبة 89% من المستجيبين، يعني أغلبية كبيرة قدمت تعريفا واضحا للديمقراطية على سبيل المثال. هناك أكثر من 76%. طيب دكتور أحمد، فيما ورد في اتجاهات، خلينا نتوقف قليلا عند بعض الإحصاءات، فيما ورد بخصوص اتجاهات المواطنين المستطلع آرائهم بشأن الديمقراطية، 43% من المستجوب آرائهم يؤكدون أنهم لا يتقبلون وصول حزب سياسي مناهض لاتجاهاتهم إلى السلطة، يعني بعد سنوات من الثورات والثورات المضادة وتشريد مئات الألاف، مقتل مئات ألاف آخرين، أكثر من 40% من هؤلاء المواطنين لا يتقبلون أصلا فكرة وصول حزب سياسي مغاير لاتجاهاتهم. إلى ما يشير ذلك؟ لكن بالمقابل هناك 51% من المواطنين العرب الذين يقبلون وصول الحزب السياسي لا يتفقون معه من الناحية الأيديولوجية ولا من الناحية الفكرية للسلطة. يعني نحن يجب أن ننظر أيضا إلى يعني طبعا، ولكن الجانب عند هذا الاستبيان. نعم، هناك مجموعة يعني النصف الممتلئ من الكأس. فهمت 10 سنوات، فهمت قصدك، بس أنا أريد أن أتوقف نعم عند هذه النسبة يعني لأن دلالاتها مهمة أيضا. نعم
نعم، هي يعني هذا هي نسبة من مجموعة من الأسئلة التي طرحت فيما يتعلق بموضوع الديمقراطية. يعني كما ذكرنا بأن هناك نسب تكاد تكون، يعني هناك أغلبية من أغلبية المستطلعة آرائهم ذهبت باتجاهات موضوع القبول الآخر، موضوع يعني تعريفهم حتى للديمقراطية بموضوع التداول السلمي للسلطة والحريات السياسية والمدنية، الاتفاق مع الأحزاب الأخرى. نعم، هذه النسبة هي يعني يجب الوقوف عندها، لكن لا يجب أن يعني نغفل السياق العام الذي مرت به المنطقة العربية من ثورات وثورات مضادة. ومع ذلك على الرغم من يعني نحن التجربة الوحيدة الناجحة على مستوى الانتقال الديمقراطي والتي نتمنى لها يعني الاستمرار والديمومة هي التجربة التونسية، في حين أخفقت أغلب ثورات الربيع العربي. ومع ذلك ما زال يعني هناك 58% من الرأي العام العربي الذي يرى في ثورات الربيع العربي التي اندلعت عام 2011 أنها ثورات إيجابية، مقابل أيضا 28% يرون أنها ثورات سلبية. طيب بل أذهب أبعد من ذلك، يعني عندما ذهبنا وسألنا الناس عن الحركة الاحتجاجية أو الموجة الاحتجاجية، بس أكمل هذه الفكرة إذا سمحت لي، عندما ذهبنا وسألنا الناس عن الحركة الاحتجاجية في السودان، أكثر من يعني حوالي 85% من السودانيين كانوا يؤيدوا الحركة الاحتجاجية في السودان، وكذلك نحو 82% من الجزائريين، ونحو 71% من اللبنانيين. يعني هناك حالة من يعني وعي لدى الشارع العربي بأهمية حدوث الانتقال الديمقراطي في هذه الدول. هناك أيضا رغبة أو هناك تأييد للنظام الديمقراطي، يعني 74% من أغلبية المسلمين، يعني نتحدث كمان عن أغلبية، يرون بأن النظام الديمقراطي هو النظام الأكثر ملائمة لبلدانهم. فهذه النسب حقيقة تعكس كما ذكرت وعي هذا الشارع العربي، على الرغم من الانتكاسات والإخفاقات. طيب والحروب والأزمات التي مرت بها المجتمعات التي طالبت بالتغيير السياسي في سوريا وليبيا واليمن. طبعا هذا البحث يعني هو بحاجة للتدقيق، ويعني البحث بشأن كل الخلاصات التي توصل إليها، ولكن أنا اخترت بعض هذه الخلاصات لأناقشها معك. طبعا الوقت لا يسمح لنا بالتوقف عند كل ما جاء في هذا التقرير. فيما يتعلق دائما في الديمقراطية، المواطنون العرب يعتبرون أن الديمقراطية ما زالت في منتصف الطريق، وخلاصة تقييم مستواها في بلدانهم لا تتخطى الخمس درجات فاصلة ثمانية من أصل 10 درجات. ما الذي يعنيه برأيك، واستنادا لكل هذه الخلاصات، ما الذي تعنيه أو يعنيه أن تكون الديمقراطية في منتصف الطريق؟ هل القواعد متوفرة برأيك للمضي قدما في مسلك الديمقراطية، أم أننا ما زلنا بعيدين جدا عنها؟ بمعنى الحواجز ليست فقط متعلقة بمسألة الوقت، وإنما تحتاج إلى تغيير اتجاهات هذا الطريق. سيدتي نعم، أنا أدرك جيدا، أنا أتحدث هنا عن أرقام وعن رصد لتوجهات سياسية واقتصادية للشارع العربي، وهذه الأرقام بالإمكان دراستها والبحث فيها، وأدرك جيدا أن الوقت لا يتسع لعرض جميع النتائج. لكن تقييم الشارع العربي لمستوى الديمقراطية ب5.8 أيضا كما ذكرت يعكس وعي، يعكس إدراك، يعكس أن هذا أيضا مرتبط أيضا بموضوع تقييمهم لمؤسسات الحكم في دولهم. على سبيل المثال عندما ذهبنا باتجاه قياس الرأي العام فيما يتعلق بالثقة بمؤسسات الجيش والأمن، لاحظنا أن هذه النسبة هي نسبة مرتفعة نوعا ما، لكن بالمقابل وجدنا بأن أغلبية المستجيبين يرفضون وصول الجيش أو وصول قوة عسكرية تحتكر العنف للسلطة. إذن هناك حالة من الوعي لدى الشارع العربي، وهذا التقييم يعكس فعلا تقييما واقعا للسلطة السياسية وليس للمجتمعات. المجتمعات باعتقادي هي قادرة أو يعني مؤهلة لأن تستجيب لأي انتقال ديمقراطي في هذه المنطقة العربية، لكن هذه النسبة تعكس تقييم المواطنين العرب لشكل وطبيعة النظام السياسي الذي يرغبون فيه، من ناحية تأييدهم للنظام الديمقراطي، ومن ناحية تقييمهم للواقع الذي يعيشونه، كما جاءت في يعني السعودية وفلسطين في أدنى الدرجات من درجة
1 إلى 10 كما جاء في التقرير الذي قدمتموه. إذن هذا يعكس أيضا تقييم واقعي وحقيقي للشارع العربي لمؤسسات الدولة، لقدرة هذه المؤسسات على الانتقال أو على تحقيق الانتقال الديمقراطي فيما يتعلق بجزئية الديمقراطية. كما أن هناك كانت تقييمات أيضا لموضوع الفساد ولموضوع دور المؤسسات والبرلمانات ودورها في مسألة تعزيز الديمقراطية أو في معالجة المشكلات التي يتعرضون إليها. طيب فيما يتعلق دكتور أحمد بمشاركة المواطنين المدنية، الأرقام لافتة جدا، يعني 15% من مواطني الدول العربية ينخرطون في منظمات مدنية وأهلية طوعية. برأيك لماذا هذا العزوف؟ إذا كان المواطن العربي متعطش للتغيير السياسي ولكن غير قادر على إحرازه، لماذا لا تعنيه ربما المشاركة في هذه المنظمات أو في السلك الحقوقي والإنساني المتعلق بقضايا شتى؟ يعني لماذا لا يعتقد أنه بإمكانه التغيير؟ يا عزيزتي، هذا السؤال برسم السلطات في المنطقة العربية التي يعني تقمع أي حالة مدنية أو سياسية أو حزبية. يعني وحالة العزوف هي ناجمة عن مستوى العنف الذي مارسته الأنظمة العربية في فترة الثورات المضادة ضد هذه المجتمعات. كمان هناك يعني 42% من المواطنين العرب الذين يعني عبروا عن عدم رغبتهم في المشاركة في الانتخابات، وهي نسبة فارقة، وأتفق معك هنا بأنها كانت في استبيانات 2011 واستبيانات 2012 و2013 بحدود 27% كانوا يبدون بعدم رغبة في المشاركة في الانتخابات، هذه النسبة ارتفعت. كذلك هناك عزوف أيضا عن موضوع الانتساب إلى الأحزاب السياسية، وحدود 60% من المواطنين العرب غير راغبين في الانتساب إلى الأحزاب السياسية أو المشاركة فيها. لكن هذه حقيقة أيضا إذا أخذناها في الإطار العام، هناك حالة على المستوى ليس فقط على المستوى العربي إنما على المستوى الدولي، دعيني أقول، فيما يتعلق بدور الأحزاب السياسية وعزوف المجتمعات عن الانتساب إلى هذه الأحزاب. وهذا ما عبرت عنه بعض الدول في الغرب على سبيل المثال بصعود الشعبوية وصعود اليمين، الذي هو عبر عن عدم ثقته، الشارع بدأ يعبر عن عدم ثقته في هذه الأحزاب التي تحكمها مجموعة من التقاليد والبيروقراطيات. والمجتمعات العربية ليست أيضا بمعزل عن هذا السياق من ناحية عدم ثقتها بالأحزاب السياسية التي كانت منقسمة أيضا حول كثير من القضايا في المنطقة وحول الثورات. يعني نجد بعض الأحزاب التي تؤيد الاستبداد في سوريا على سبيل المثال في الوقت الذي تؤيد فيه القضية الفلسطينية، فكان هناك حالة من الازدواجية التي يعني أحدثت نوع من الخلط لدى المواطن العربي الذي فضل الانسحاب قليلا إلى الوراء وأبدى عن عدم ثقته بهذه الأحزاب السياسية، وكذلك عدم المشاركة بالمنظمات الأهلية والمدنية. يعني خير من يجيب على سؤال من هذا النوع كان أنت دكتور أحمد. ربما هذه الرسالة موجهة أيضا للحكومات والمعنيين بهذا الموضوع بشكل مباشر. على كل في الشق الخاص بفصل الدين عن الدولة ينقسم الرأي العام في المنطقة العربية أيضا، 49% يريدون فصل الدين عن الدولة و44% يعارضون ذلك. التباين في الآراء أساس عادة لبناء الدول، لكن أريد وجهة نظرك أنت شخصيا، هل هنا يعني التباين في مسألة الدين يمكن أن يكون عائقا؟ باعتقادي أن هذه النسبة يعني هي لم يطرأ عليها تغيير حتى في الاستبيانات السابقة فيما يتعلق بموضوع فصل الدين عن الدولة، لا سيما أن موضوع الدين في الفترات السابقة يعني في السنوات الماضية كان يشكل حساسية لدى الرأي العام العربي، وبالتالي يعني مسألة هذا الجدل أو هذا الحوار دعيني أقول الفكري في المنطقة العربية بين تيار أو بين تيار دعينا نقول الإسلام السياسي والعلماني قد يعني أحدث نوع من الاستقطاب في بعض المجتمعات العربية. كان هناك على سبيل
سبيل المثال هذا الاستقطاب لاحظناه في مصر على سبيل المثال بأبهى صوره بين يعني تيار يذهب بضرورة فصل الدين عن الدولة وتيار يرى بأن لا مانع من وصول حزب إسلامي إلى السلطة. فهذه التباينات وهذه الانقسامات طبعا تظهر في نتائج الاستطلاعات الرأي العام وتؤثر أيضا في الدول الأخرى وهي نتيجة يمكن أيضا البناء عليها في تفسير وفهم الظواهر المرتبطة بموضوع بناء الدول في المنطقة العربية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد قاسم حسين الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من الدوحة، شكرا جزيلا لك. في شبك هاشتاغ لليوم نرصد أبرز ما شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان مع مراسلنا في الخرطوم شيبة الحمد. أهلا وسهلا بك شيبة في شبابيك، ماذا بخصوص موضوعنا الأول لليوم؟ كان مثار حديث في الفترة الماضية في الأوساط السياسية والشعبية عموما ما بين من يرفض التطبيع جملة وتفصيلا وما بين من ينادي بأنه قد يكون مفتاحا لحل أزمات السودان الراهنة. تباينت ردود الأفعال على المستوى السياسي، هنالك رفض لعملية التطبيع والحديث عنها بصورة قطعية، هنالك من يريد أن يكون هنالك تطبيع ولو في الوقت الراهن لمحاولة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعي للإرهاب إذا كان ذلك شرطا. تتباين هنا ردود الأفعال، ولكن في وسائل التواصل الاجتماعي أيضا هذا التباين موجود، وهنالك فئة كبيرة جدا تتحدث عن التطبيع بأنه ليس السبيل الأمثل للسودان في الوقت الراهن. نبدأ بتاج السر عثمان يقول قد يعلق العقوبات مؤقتا، تطبيع السودان قد يعلق العقوبات مؤقتا، وما أسهل أن يختلقوا أسبابا مماثلة لإعادتها بعد تعارية الموقف الوطني. التطبيع سيوفر بعض الفتات لسفلة العسكر كما يقول في تغريدته مقابل تهيئة أوكار للصهاينة وتقديم الموانئ بلا ثمن لرعاية التائهين في الأرض والخاسر الشعب وقيمه التي يعتز بها. نذهب إلى تغريدة أخرى لميار. ميار تقول صدقت يا دكتور، هي ترد على تاج السر عثمان، المستفيد الوحيد من التطبيع هي إسرائيل، الخاسر هو الشعب. المضحك المبكي أن السودان لا يحتاج لرفع اسمه من قائمة الإرهاب ليتحسن اقتصاده، أو رفع اسمه من قائمة الإرهاب لن يترجم على أرض الواقع إلى ازدهار اقتصادي. وهنالك الكثير من التغريدات التي أيضا تناولت مسألة التطبيع، ولكن هنالك أيضا موضوعات أخرى شغلت الناس في الساحة غير التطبيع في الفترة الماضية. ومن بينها شيبة مفاوضات السلام في جوبا بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، فكيف يبدو التفاعل بشأن ذلك؟ نعم، كان السلام مطلبا مهما من مطالب ثورة ديسمبر، ويأمل في أن يتحقق السلام الكثير من السودانيين خصوصا في المناطق التي شهدت حروبا في الأعوام الماضية، وخلال 17 عاما كانت هنالك حروب كثيرة جدا في دارفور، فقد الكثير من العائلات أعزائهم وأبنائهم فيها، ولذلك كان السلام هو المطلب المهم الذي تحاول الحكومة أن تحققه في أقرب فرصة ممكنة. وجاء ذلك تتويجا لمسار عام كامل من المحادثات التي استضافتها جوبا، ولكن هنالك حركات مسلحة لم توقع على اتفاق السلام بعد، ولكن يؤمل أن تخوض هذه الحركات أيضا المحادثات من أجل الوصول إلى سلام. نبدأ بالتغريدة لحالم. حالم يقول انتقد عبد الواحد نور اتفاق السلام المبرم بين الحكومة والحركات المسلحة، وقال تنتهي المفاوضات بين الحكومة والمعارضة دائما بتقاسم السلطة، وده هو لب أزمة السودان وليس حلا لها. حافظا جابو يقول أين حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد من مفاوضات السلام؟ محادثات جوبا جرت بين الجبهة الثورية بحركاتها والحركة الشعبية جناح الحلو بدون أي تعليق عن حركة عبد الواحد.
الجيلي يقول ردا على حافظ: الزول يقولها بأي لغة عشان يفهمه، كل ما عايز يتفاوض وما بيعنيه السلام، وبيعتبر مجلس السيادة والحكومة امتدادا وهبوطا ناعما للثورة عليهم واجبة، والثورة عليهم واجبة حتى سقوطهم. الناس الأحسن تتجاهله، ولما تحصل إصلاحات على الأرض إنسان المنطقة البسيط برضو حيتجاهله. علي موسى يقول: أتمنى الاتفاق الذي وقع في جوبا اليوم في يوم توقيع اتفاق السلام أن يكون ليس لاقتسام السلطة والثروة، وإنما لتحقيق التنمية والنهضة والعمران في السودان. وأتمنى كذلك أن يلحق الحلو عبد الواحد بركب قطار السلام هذا، وأن يقود مع الجميع التنمية وعمران هذا البلد. وأخيرا إلى من يسمي نفسه ليسكوبار: في حال تم إرضاء الحركات المسلحة اليوم باقتسام السلطة، سيصنع الغرب والشرق والشمال والجنوب معارضين لإكمال مسيرة الضغط واستنزاف الدولة. السودان يحتاج لرئيس وطني قوي قادر على إنهاء كل ذلك من قوات سياسية وحركات مسلحة. هذا أبرز ما وقفنا عنده في وسائل التواصل الاجتماعي. أشكرك جزيل الشكر على هذه الوقفة، مراسلنا في الخرطوم شايب الحمد. وتتابعونا معنا في شبابيك بعد قليل. فنانون تونسيون يحتجون على قرارات الحكومة تعليق العروض الثقافية على خلفية انتشار وباء كورونا. صنعاء تستضيف مهرجانا للقهوة على الرغم من دمار الحرب، والمزيد في شباك الدنيا. وفي إدلب مواطن يعتمد على مبدأ بطارية بغداد الأثرية لتوليد الكهرباء. أهلا بكم من جديد. أثار قرار تعليق الفعاليات الثقافية في تونس غضب المسرحيين والفنانين، فهم يرون أنه يزيد من تهميش قطاع يشكو أساسا من أزمة هيكلية، وأن الجهات المنظمة حرصت على تطبيق بروتوكولات صحية واعتماد 30% من الطاقة الاستيعابية في الصلاة أو المسارح التي استضافت العروض. هؤلاء الفنانون عبروا عن غضبهم في وقفة احتجاجية في وقت سمح فيه للمقاهي والمطاعم بالاستمرار في فتح أبوابها. يأتي هذا بينما أقال رئيس الوزراء التونسي يوم أمس وزير الثقافة وليد الزيدي بعدما رفض الأخير قرار منع الفعاليات الثقافية، قائلا إن وزارة الثقافة ليست وزارة لتنفيذ بلاغات الحكومة. من وسط بهو مدينة الثقافة، هكذا كانت طريقتهم في الاحتجاج. مسرحيون وموسيقيون ورسامون يرفضون قرارات السلطات الأخيرة بشأن تأجيل العروض والتظاهرات الثقافية في وقت يعتبرون فيه أن هذه الفضاءات هي الأكثر التزاما بالقيود الصحية وبنشر الوعي. نعمان حمدة أحد هؤلاء، كان له عرض مسرحي في هذا الفضاء، لكنه وجد نفسه اليوم محتجا في ساحته. يعني كيفاش هالدولة هذه، كيفاش شنو هي رؤيتها للثقافة، كيفاش ترى للثقافة؟ وأون بليس معناتها نحكيو على يطالب رئيس حكومة بوعي المواطن في مواجهة الكورونا هذه. الوعي للثقافة عمره ما نجم يكون وعي. المطاعم عندي. تعلو الأصوات هنا برفض ما أسموه بالحجر الثقافي. يستغربون من قرار الإبقاء على فتح المقاهي وأماكن التجمعات مقابل إلغاء التظاهرات الثقافية التي يعدونها وقود الارتقاء بوعي البلاد. المنطلق التفكير في كون المواطن في حاجة إلى الثقافة كما يكون في حاجة للصحة، كما يكون في حاجة للتعليم. إذا ما فماش هالقناعة الراسخة والصادقة كون الفنان من جملة الناس الكل في مختلف القطاعات تبني باش تطلع الهرم للحرية والديمقراطية، زايد الكلام. لقد ألقت جائحة كورونا
بظلالها على قطاع الثقافة والفكر والفنون في تونس، قطاع يقول أبناؤه إنهم مهمشون لما يعانيه من أزمة هيكلية حقيقية. لا لتأجيل الفنون، هكذا يقول الفنانون التونسيون احتجاجا على تأجيل العروض بسبب الوباء. هم يؤمنون أن الثقافة وحدها ترتقي بالشعوب والأوطان ما دام الالتزام عبادها. أميرة مهذب، العربي، تونس. وينضم إلينا من المهدية في تونس عاطف بن حسين، وهو ممثل ومخرج مسرحي. أهلا وسهلا بك معنا عاطف. بداية، لماذا الاحتجاج على هذا القرار الأخير القاضي بتعليق الفعاليات الفنية والثقافية إن كان لمدة محددة، ويأتي كما يؤكد المدافعون عنه لصالح العامة؟ شكرا، مرحبا بكم معنا، شكرا على مواكبة هذا الحدث المهم في تونس، اللي هو نعتبره حقيقة تابع مسار الحكومات المتعاقبة ولا حتى من قبل الثورة في ضربهم وسياسة ضرب الثقافة، لأنهم الحكومات المتخلفة هذه حكومات العالم الثالث يعرفوا جيدا ويدركون جيدا أن محور الصراع هو ثقافي بالأساس. يعني ما مصلحة الحكومة التونسية الحالية يعني في إيقاف النشاطات الثقافية في هذا الوقت بالذات، إن لم يكن القرار يتعلق حصرا بالإجراءات المتخذة تحسبا من انتشار فيروس كورونا؟ لماذا يعني تشعرون أن هناك عداء للقطاع الثقافي؟ طبعا هم يعتبرون المثقف العدو رقم واحد ليهم، لأنهم هما في سياستهم يعتقدوا أن المواطن يلزم يكون فقط ناخب غير قادر على الاختيار. يعني عندما يذهب إلى الصندوق فهو يذهب إنسان غير واعي، غير مثقف، غير معني بالمسائل الحياتية، فيختارون أن يحكموا شعبا غير مثقف. فانتظرنا طويلا هذا التغيير الذي حدث على مستوى السياسة في تونس بانتخاب الرئيس قيس سعيد، الذي قال حرفيا بأن الثقافة هي عماد الأمن القومي، ونحن انتخبناه بهذا الشيء. وهذا اليوم الحكومة التونسية في سراحة الظاهر اليوم، والذي لم يعد خفي، ناهيك أنه وزير الثقافة وقع اقتراحه من قصر رئاسة الجمهورية، يعني وقع اقتراحه من الرئيس قيس سعيد، ويبدو أنه رئيس الحكومة الذي يعتبره في رتبة مدير عام للحكومة ولم يرتقي بعد إلى صفة رئيس لم تعجبه هذه، ليس موافق على هذا القرار. طيب عاطف، لو تسمح لي، يعني لم تجب عن سؤالي حتى تصل رسالتك بشكل أوضح. لماذا من مصلحة الحكومة التونسية اليوم إسكات الصوت الثقافي، إسكاتكم؟ هل دخلنا في لعبة التجاذبات السياسية الثقافية وننتظر لمن ستكون الغلبة؟ طبعا أنا أعتقد أني أجبتك على سؤالي. هل تتهجمون على الحكومة؟ هل تقفون ضد سياساتها؟ هل تقومون بمشاريع؟ يعني لماذا في هذا الوقت بالتحديد تريد الحكومة التونسية إسكاتكم؟ لأن نحن نعرف المشاكل، نحن على علم بما يجري في تونس، نحن قراب من أصحاب النفوذ في تونس والسياسيين وكذا، نعرفوهم ونعرفوا النوايا الخبيثة نتاعهم، ونعرفوا علاقتهم بهذا الشعب التونسي. فما نجموش نكونوا احنا في صف سلطة تمنع الفن وتمنع الثقافة، هذا معناتها اكيد ومؤكد. احنا في تونس، شوف، هذا مسار قلت لك أنه حكومات متعاقبة، يعني من قبل الثورة العدو اللدود للحكومات هذه هو الرجل المثقف، هو الإنسان المثقف من نظام بن علي
عندما استحوذ على الحكم سنة 87 قالوا له أن الشعب التونسي أو شعب مثقف. عندما جاءت حرب الخليج أنذاك سنة 90 قالوا له لو الشعب التونسي الشعب يعني يؤمن بالقضية الفلسطينية، يؤمن بالقضية العراقية، الجامعة التونسية جامعة متطورة ومثقفة، المسرح التونسي عاش يعني في العالم وفي العالم العربي، عاش يعني فترة في عهد بورقيبة الذي يعني راهن على الثقافة كمجال ل ل ل ل لخلق مواطن جديد متفتح مفكر. هذا كل من 87، من 7 نوفمبر 87، والثقافة هي العدو اللدود. نعم، وصلت هذه الفكرة، وأنا أشكرك جزيل الشكر من المهدية في تونس. شكرا جزيلا لك عاطف بن حسين الممثل والمخرج المسرحي، عايشك. احتفالا باليوم العالمي للقهوة يتذوق اليمنيون خلال مهرجان فريد أنواعا مختلفة من حبوب البن المحلية الطازجة والمحمصة في العاصمة صنعاء. فاليمن الذي يعاني من أزمات إنسانية واجتماعية ومن القتال والنزاع اشتهر في تاريخه بصناعة القهوة. كان في يوم من الأيام كنز اليمن بمذاقه، بسكب الماء الساخن عليه، قهوة مفلترة أو مقطرة. البن اليمني مشروب اجتماعي يجمع اليمنيين للاحتفال باليوم العالمي للقهوة. يصبونها، يتذوقونها، يرتشفونها وسط أمنياتهم بعودة المجد لهذه الحبات الجميلة. نحن نهتم بأن تعود مجد البن اليمني إلى عهد زمانه السابق، حيث وأن البن اليمني هو وميناء المخامن أشتهر في تجارة القهوة وتصدير القهوة إلى جميع أنحاء العالم قبل حوالي 600 سنة. حبات محلية طازجة، قهوة عربية أصيلة، تجربة أنواعها، اختبار أسرارها، تعبئتها في أكياس. اليوم المزارعين استبدلوا الدلقات بالبن، وكذلك المواطنين يعني بدأوا يأخذون البن ويتناولونه يوميا في الصباح وفي استراحاتهم العصرية، وأصبحت الجودة العالمية معروفة لدى كل يمني، يعرف أن البن اليمني كنز اليمن إن شاء الله. جودة عالية صدرت البن اليمني إلى أنحاء العالم، لكن أزمة الانخفاض التدريجي لتجارته بسبب المنافسة أكملتها الحرب وأخرجته من أسواق العالمية. وقفتنا الأسبوعية الآن مع شباك الخير بصحبة دينا طارق. مساء النور دينا. مساء النور نادين، ومساء النور مشاهدينا. من محنة إلى منحة، هكذا حولت رجاء بن ناصر رئيسة جمعية ابتسامة حب غير الحكومية معاناتها مع ولدها الذي ولد فاقدا للسمع إلى مبادرة إنسانية تهدف إلى التكفل بعلاج الأطفال الذين يولدون فاقدين لحاسة السمع، مبادرة جاءت عقب رحلة شاقة لرجاء في سبيل علاج ابنها الذي أعاد اكتشاف الحياة من جديد عقب زراعة قوقعة في أذنه مكنته من سماع الأصوات لأول مرة في حياته. وتسعى رجاء من خلال تأسيسها لهذه الجمعية إلى إعانة الأسر في إجراء العمليات لأطفالهم، خاصة مع التكاليف المرتفعة لهذه العمليات وتوابعها، إضافة لنشر الوعي بمعاناة الأطفال الذين يعانون من هذه المشكلة.
بطلق ناري عام 2012 فقد الشاب السوري عبد المولى إبراهيم جزءا من ساقه اليسرى، لكن ذلك لم يفقده العزيمة في العمل والإنتاج، بل زاده ذلك إصرارا على مساعدة من فقدوا أطرافهم بإنتاج أطراف صناعية. على مدار السنوات السبع الماضية انكب إبراهيم على تعلم وصنع وتركيب الأطراف الصناعية لينجح في رسم البسمة على وجوه نحو 400 من فقدوا أطرافهم عبر الأطراف الصناعية التي ينتجها في أحد مراكز الأطراف الصناعية بالمدينة. داخل مزرعة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية ينهمك الطبيب البيطري ركان سلعوس في مساعدة الحيوانات العاملة وتوفير الخدمات العلاجية المجانية لها، ويقدم ركان العلاج لنحو 500 حيوان أسبوعيا أغلبها من الحمير، كما يقوم بتقديم دورات تعليمية لطلبة المدارس لتعزيز ثقافة الرأفة والرحمة بالحيوانات. أطلق عدد من شركات المستحضرات الطبية في قطاع غزة مبادرة لتوفير كافة مستلزمات الوقاية والسلامة من جائحة كورونا كالكمامات والمعقمات لأسرى في سجون الاحتلال، وأعلن أصحاب تلك الشركات استعدادهم لتأمين تلك المستلزمات بشكل سريع في حال سمحت سلطات الاحتلال بوصولها. كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد منعت وصول المعقمات وأدوات السلامة العامة للمرضى في السجون، وهو ما يهدد سلامتهم ويزيد من احتمال إصابتهم بفيروس كورونا. ونبقى في قطاع غزة، حيث أطلقت وزارة الصحة مبادرة لتوعية بوسائل وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا تحت عنوان استهتارك سيقتل أحبابك، وطالب القائمون على المبادرة جميع أهالي القطاع بالتحلي بالمسؤولية في مواجهة الجائحة التي لا تزال في طور التفشي، مؤكدين على قدرة القطاع على تجاوز الجائحة بشرط تضافر الجهود والتحلي بالمسؤولية الكاملة. يأمل الفنان البريطاني ساشا جيفري في جمع أكثر من 30 مليون دولار للمؤسسات الخيرية التي تساعد الأطفال برسم أكبر لوحة قماشية في العالم وبيعها في مزاد مقسمة إلى 60 جزءا. عندما تكتمل لوحة رحلة الإنسانية ستبلغ مساحتها نحو 2000 متر مربع، لتباع بعد ذلك لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو. الموضوعان الرئيسيان للوحة الضخمة هما التواصل والانعزال، واستغرق ساشا 6 أشهر في العمل عليها حتى الآن. شكرا للمتابعة وعودة إليك نادين. مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي شمالي سوريا وارتفاع أسعار الطاقة البديلة، بدأ النازح السوري محسن الأمين توليد الكهرباء بالاعتماد على مبدأ بطارية بغداد التي استعملت فيما مضى لطلاء المعادن. مستلهما بطارية بغداد العجيبة ومستعينا بقليل من الماء والتراب والخل، بدأ محسن الأمين تطبيق فكرته الجديدة. فاستمرار انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار الطاقة البديلة كان أم الاختراع. بسبب الحاجة الماسة لمادة الكهرباء في الشمال السوري، فكرنا بفكرة قديمة وهي بطارية بغداد التي كانت مخصصة لطلاء المعادن، ونحاول الآن تطبيقها والاستفادة منها بعملية الإنارة. بغية الوصول في النهاية لإنارة كل الشمال المحرر السوري. محسن مستمر بتطوير مشروعه كما يقول ليساعد أكبر عدد من النازحين شمالي سوريا،
فالطاقة التي تصدرها هذه الأواني ستكون مستمرة وبتكلفة قليلة جدا مقارنة بتكاليف المصادر الأخرى، وكما الاستمرار مطلوب في الطاقة، علم محسن ابنه حسن أسس العمل ليضمن دواما وإنتاجية أكبر. تعلمت توليد الكهرباء من أبويا وقمت التجربة 4 قطرميزات صغار ونجحت مع الكهرباء، وإن شاء الله بالأيام ناوي كبرى لطالع كهرباء أقوى وأفضل. بعد محاولات عديدة لم يكتب لها النجاح، استطاع محسن تشغيل أول مصدر للطاقة عبر البطارية التي صنعها، وبات بمقدوره توسيع المشروع ليكون نقطة فارقة في حياة النازحين المظلمة كما يقول. من رحم المعاناة يولد الأمل، ومن وحي الحاجة يأتي الاختراع. بهذه الأدوات البسيطة بدأ محسن مشروعه الذي يأمل باستمراره ليحل واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه النازحين. خالد إدلبي، العربي، شمال إدلب. بهذا نصل إلى ختام شبابيك لليوم، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.